خدمياً، بدأت بلدية مدينة الفلوجة بحملة لزراعة الأشجار في الشوارع الرئيسية بالمدينة وبإشراف منظمة UNDP. أحد المشرفين على المشروع أكد لقناة الفلوجة أن مدة الحملة تتراوح بين شهر ونصف الشهر إلى شهرين، مبيناً أن الغرض من الحملة هو زرع الأشجار بالجزرات الوسطية وعلى جانبي الشوارع العامة في المدينة. بدأت هذه الحملة بقلع الجزرة الوسطية بالإضافة إلى الأطراف اليمين واليسار ونصب مرشات ودفن مادة الزميج وإضافة إلى التربة الحمراء، وبدأنا بهذه الحملة بإشراف من قبل بلدية الفلوجة، بإشراف مباشر من قبل المهندس جمعة أحمد عبد وإشراف منظمة UNDP. بدأنا بهذه الحملة بتشجير الجزر الوسطية بالإضافة إلى جهة اليمين وجهة اليسار. على الرغم من أنه إحنا مشرفين بهذه الحملة، ولكن نشعر بالفخر بتقديم شيء ولو كان بسيط لأهالي الفلوجة، لقضاء الفلوجة المحترم. كون عملنا في هذا الشارع الرئيسي، شارع الفلوجة العام، تشجير وبالإضافة يضيف مظهر رائع لمدينة الفلوجة.